كل حكاية يعني مش هتغلى على حضرتك. طيب ها. من برضو وقت حضرتك. الله يكرمك. ها. أنا ما كنتش يعني حابب الزواج دلوقتي. طيب وبعد؟ غصبت عليا. مين اللي غصب عليك؟ والدتي. أنا أصغر إخواتي. أمك غصبت عليك إنك تتزوج. تمام. الله يكرمها. ها اتزوجت. ها. ومش عارف حصل مشاكل بينا. كتيرة كنا هننفصل كتير وقلت لوالدتي كذا مرة انها مش عارف اكمل معاها من كتر المشاكل. يا بنت خالتك ولا ايه العروس؟ لا 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 حد ما عرفوش. ايوه وبعدين؟ ولا قبلين اتجوزنا كنت بشتكي لاهلها وبشتكي لوالدتي ولاهلي بيقولوا لي لما تبقى مراتك هتبقى كويسة. بدأت مراتي اشتكي برضو اهلها يقولوا لما تخلف اول عيلة هتبقى كويسة ودلوقتي احنا خلفنا عيل وبرضه زي ما احنا وانا ما بقتش قادر استحمل. يعني انت الغلطان ولا هي اللي غلطانه من وجهه نظرك؟ مش هقدر احكم يعني مش عايز اقول لك ايه انا ملاك انا مش ملاك. صدقت وبعدين؟ قدام اهلها وقدام اهلي هي اللي غلطانه. طيب الحمد لله. والسؤال والمطلوب والمطلوب انت طولت علينا انت وعدت الا تطيل فاطلت. ربنا اراد وحبيت. حبيت؟ انت عندك احساس زي المسلمين الحمد لله. وبعدين اتجوز اللي انا بحبها. ايوه حرام بقى ان انا اطلق ولا اعمل ايه؟ مع العلم ان انا مش هقدر افتح بيتين. ايوه والبنت البنت المولوده دي هتوديها فين؟ ما هي مالهاش اي ذنب يعني انا زمان اتلوى دراعي بسبب والدتي. ايوه دلوقتي مالوا دراعي بسبب بنتي. ايه الحل بقى؟ انا مش عارف اعيش. زوجتك التي معك تصلي وتصوم؟ بتصلي متبرجة؟ فين؟ فين وفين؟ بتصلي كل فين وفين؟ يعني أحيانا تترك الصلاة يعني. تمام. نصحتها ولم تفعل؟ أنا برضه ساعات بترك الصلاة عشان أنا مش ملك. أنا بقول الحق. أيوه صح. حضرتك تعرف تقول لي أعمل إيه؟ أنصحك الأول تصلي. أول حاجة قبل الزواج تصلي وتحافظ على الصلاة لأن الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وظني والله أعلم أن من أسباب المشاكل التي بينكما بعدكما عن الله. وأن تسأل الله أن يصلح بينك وبين زوجتك لأن الحب لن ينتهي. ممكن تتزوج التي تحبها الآن وبعد مدة تسرب إليك حب واحدة أخرى. فهنجلس نطلق ونزوج ونطلق ونزوج. في الأول نصلح كما قال تعالى والصلح خير. احنا بقالنا 3 سنين على الحال ده. خلاص انت معك فلوس كتير؟ ما انا قلت لحضرتك اهو. لا انا مش هقدر افتح البيتين لان معايا على قد عيش بيت. والله انا ما ادري كيف اقول لك. والبنت اللي انت حبيبها دي ذات دين ولا ما ذات دين ايضا؟ مالها؟ عندها دين يعني ولا زي يعني ما بتصليش زيك برضو كده؟ بتصلي. ها؟ محترمة وبتصلي. إذا سألتنا ولا ما تتجوزوش إذا راجل بيترك الصلاة. أما كده كده أهلها رفضوا. الحمد لله. السلام عليكم.